الأخ في الرؤى. قال لك بعض الأحيان بعض الأخ الإخوان يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كيبلوش رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو. هذه لأن القلب ليس كما هو، ماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتكون المرايه ديالك مضببه كتبغي تشوفه، ولا كتشوف رسول الله كيقول لك الاخ كنت دايز وكنشوف رسول الله واقف بعيد عليا شويه، راه انت بعيد عليه شويه، بعيد عليا بزاف، راه انت بعيد عليه بزاف، عالي عليا ويطلع عنده، راك انت جامد لتحت. هذه الرؤى هي رسائل، حنا دابا كنتكلموا بالحروف، كنتواصلوا بالحروف. الرؤى عندها حروف ديالها، حروف ديالها هي داك الرموز كيسميهم الرموز. الانسان الا مكن الله تعالى، وهذو قله. العرب كانوا اوتوا بالفطره هذا الخير هذا، كانوا قبل البعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اثناء البعثه رسول الله، كانوا بعض الناس ديال الجاهليه اخر كتجي عنده لعل شي وحده من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالت الزوج ديالها راه لقيت شفت بحال القمر طاح لي في حجري فصفعها، ما عرفتش هذه صفيه. شوف هذا في الجاهليه، وحكت له امنا صفيه الرؤيا فاولها تاويلا صحيحا. هو جاهلي بمعنى ان تاويل الرؤى كان واحد الشيء ساري وعندهم عادي وكيقفوا عليه وكيعرفوا الرموز ديالو. وهم اما ملي جا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرباهم وادبهم وزكاهم وعلمهم فهذو ولوا بحار هذا الخير. سيدنا عمر لما نقره ديك شكون اللي اولت له الرؤيا؟ الزوجه ديال سيدنا ابي بكر الصديق. مشى عندها قال لها رأيت وكأن ديكا أحمر نقرني نقرتين. قالت له لا أراك إلا ستموت، ولعله قيل أنها قالت له وستموت يوم الأربعاء ولا تطعن يوم الأربعاء. وكذلك كان شوف، ولكن هذوك قلوبهم كانت دائما قريب العهد بالآخرة والقرآن، كان القرآن يتكلم بالقرآن. فلهذا فهادشي المشاهدات كنعسو. علاش كنشوفوا الرؤى؟ لان كنعسو. ما معنى نعسنا؟ يعني بعدنا على الدنيا. شكون اللي كيمنعنا ما نشوفوش وحنا في اليقظه هكذا؟ شكون؟ قال لهم رسول الله في ذاك الحديث لو انكم، المعنى ديالو لو انكم تدومون على ما تكونون فيه معي وفي الذكر لصافحتكم ملائكه. هذا العين ديال رسول الله والذكر، الملائكة تجي للطرقات وتصفح الناس، ولكن ساعة 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 ساعة. فاحنا ملي كنمشيو نعسو بعض القلوب الخيرة كتكون صنارت بذكر الله وتجردت من الدنيا وما تشغلتش بالوليدات وبالعلائق، فكتسمو ذاك الروح كتلقى واحد الفرصة، لأن الجسم ما كيتقلش عليها ما كيعطلش عليها أنها ترجع للوطن ديالها، وكيطلعها الله سبحانه وتعالى ويكشف لها الله سبحانه وتعالى ويوحي لها بوحي غير الوحي ديال النبوة هذا، فتعود بخبر السماء بعد ما كانت عندها القدرة على تحقيق هذه الرحلة. شكون اللي عطاها هذاك القدرة؟ الصفاء. فلهذا المشاهدات وهذا الشيء هذا في واحد اللحظة اللي الإنسان كيكون كيعيش واحد الصفاء قلبي، واحد النقاء روحي، واحد تجرد نفسي من العلائق، كيندافع نحو العالم الغيب وكيجيب الاسرار والاخبار والكلام من رساله كيخاطب بها الله سبحانه وتعالى. فنطلب الله سبحانه وتعالى يطهرنا، ولكن ما يكونش هذا هو علاش جالس كنذكر، علاش جالس كنطهر، علاش جالس كنتصفى باش نطلع لفوق ونطلع لشنو تما ونرجع. هذه مصيبه هذه، ياك علاش كنتصفى باش نتلقى الله سبحانه وتعالى؟ كيف قالنا السعب سبحان الخطره، قالنا انا كنغسلكم باش ندخلكم على سيد النبي وهو يدخلكم على ربي سبحانه وتعالى. هذه مهمتي، كنغسلكم كننقيكم باش توليوا عرايس، ونزينكم ونطيبكم ونعطركم ونقول لكم ودابا تفضلوا راكم تستحقوا تدخلوا الحضره النبويه. واللي دخل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عند رب العزه سبحانه وتعالى، دخل بالرحمه ديال الله سبحانه وتعالى، دخول الى رحمه الله ومعرفه الله ومحبه الله سبحانه وتعالى. وانا سبحان الله فرحتوني كتقول، يقول لي الاخ كنت داير النيه باش نزورك في تطوان في الله ونحبك في الله،
هذا أحبابي الكرام هو من أعز وأغلى وأنفس ما يجب علينا أن نشكر الله عليه سبحانه وتعالى. أنك ولو تلقى واحد الأخ في الجامعة يقول لك راني أحبك في الله، غير سير دير شي حفلة عليها، سير وخبر إلى مزوجها، خبر الزوجة ديالك، ولا عندك الوالدين باقي ما تزوجتي، الله يزوجكم ياك. كيف كتقول لي مرتي مسكينة، كتقول لي هذا الزواج ديالكم بحور العين في الأخيرة هو اللي ما قابلها شي، أنا الزوجة عندي دائما كتقول لي أنا كنسمع بأن غادي تزوجوا في الأخيرة بحور العين، كيفاش حنا؟ إيوا هذا السؤال صعب. قلت أحبابي الكرام خصنا نفرحوا، نفرحوا بزاف أن نلقاو واحد كيحبنا في الله وكيزورنا في الله. ودائما عقلوا على الجملة اللي قال السيد عبد السلام، قال أنتم لا تسعون في الناس بأعدادكم ولكنكم تسعون في الناس بمعناكم. بمعناكم ملي كنت تعتقل في مدينة تطوان كيسولني القاضي، وحرصت باش تكون الأجوبة ديالي كلها تربوية، إن قلت غنبقى نجاوبو بالأجوبة التربوية غادي يتلف ما غادي يشد حتى حاجة. هذوك أربعة الإخوة اللي معايا، ثلاثة فيهم أساتذة جامعيين، واحد لعله مهندس الإعلاميات، أنا كنهضر معاه هو داير هكذا كيشوف، عرفتو ما قشع والو كيشوف، حصا قال بغا يهرب مني. أنا قال له واحد نسولك أنت، قال له علاش جيتو عندو نتوما من مراكش وجيتو عندو؟ ذاك الأخ ديالنا شنو يقول له؟ قال له دابا أنا واخا نجاوبك ما غاتفهمنيش. عجيب. قال له جاوبني، قال له جينا عنده كنحبوه في الله. ايوا فهمتي انت شنو كنحبوه في الله؟ قال له جينا نزوروه في الله تعالى. قال له هاد المعاني انتوما ما كتذوقوهاش، ما كتعيشوهاش، الامه نساتها، غفلت عليها. دابا حنا انتوما كتجيكم كلامنا غريب، انا كنقول لكم هاد السيد هذا ما ساقنا اليه الا حبنا في الله وجئنا لنزوره في الله. جوقا ونسول واحد اخر لان مسكين. هادشي انتم كيبان لكم عادي؟ لا، هادشي مادام اصبحنا اليقين فيه علينا ان نورثه لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراه فيه الكنز ديال تجديد الدين. هاد كلمه تجديد الدين ماشي شي حاجه مجرده طافحه ساميه سماويه عاليه ما نزلاش للواقع، لا 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 لا. تجديد الدين يا كيفاش تجدد الحياة ديال الناس وتعطيهم المعاني وتجعلهم يعيشوا هذه المعاني اللي كنعيشوهم حنا. وكيف ينغرس الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب؟ أنا الأخ ديالي نقول لك بأن هذا الشيء عطاء ديال الله سبحانه وتعالى، كيقولوا بالدارجة خذ ما أعطاك الله. والإنسان إن لم تبكي فتباكى، إن لم تبكوا فتباكوا. فالإنسان إلا ما بكاشي على سيدي ربي يعطيه الشوق الرسول الله صلى الله عليه وسلم، علاش غيبكي؟ شنو من حاجه في الدنيا تبكيك الا ما سجدتيش وبكيتي على سيدي ربي يرد عليك رسول الله؟ الا ما سجدتيش وبكيتي على سيدي ربي يذكرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا ما سجدتيش وذكرتي ربي انك ما تكونش من هذوك اللي غادي تضربهم الملائكه على الوجوه ديالهم تقول له ما تدري ما بدلوا بعدك يا رسول الله؟ نعم. الفلاح ما هو فلاح الا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الملاذ ديالنا. يوم العرصات، يوم العظيم